توج أحمد عبد الخالق لاعب منتخب مصر في التجديف بالميدالية الفضية للرجال في سباق 1000 متر فردي في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، كما توج أحمد خالد بالميدالية الفضية والمركز الثاني. وفي منافسات السيدات حصدت دارين حجازي الميدالية الفضية، كما توجت مريم عبد اللطيف بالميدالية البرونزية في سباق 1000 متر فردي.